السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم. النهاردة الفيديو عن إزاي أجوز الروز. اللي طبعا عارفين طار الروز والفيشر دول من الطيور الصعبة جدا في تزويجها، وخاصة لو كان عندك ذكر وانتهى متجوزين بعض، وحصل مثلا ظرف طارئ انك انت طار ذكر او انثى طارت منك، او مثلا متاية ماتت منك او ذكر، يعني اتفرج الزوج بعد ما كان متجوزين، فطبعا بتبقى عملية صعبة خالص. لازم ان المربي الطيور وخاصة لو ده المبتدئين يعني يبقوا فاهمين ازاي يجوزوا طيور الروز والفشر، لان جوازهم بيبقى صعب خالص. ممكن يتعرض انك انت لو حطيت ذكر او انثى فجأة كده مع من غير ما يتجوزوا بعض، هتلاقوهم ينزلوا ضرب في بعض بطريقة غريبة لدرجة ان ممكن يقتل واحد الاخر. فعشان كده قلت اعمل فيديو، لان انا حصلت معايا برضو ان انا حاولت ان انا شايف الاربع فرادة دول اللي امامكم في الصورة حطتهم، وكنت عايز ايه بدلت يعني بعض النتي الخضرة دي، عملت لها تبديل، فرمتهم كلهم في قفص واحد على اساس ان انا كل واحد يختار الوريث بتاعه بدون شجار، ومع ذلك نازلين ضرب ببعض. لكن من العامات انك انت تعرف ان هم ابتدى يتوالفوا مع بعضهم، هتلاقي زي ما انتم شايفين في الصورة ان كل جوز بيبقى واخد جنب مع اللي هو اختاره. يعني مثلا هتلاقي لو حطيت مثلا مجموعة من طيور الرز زي ما انتم شايفينها، مثلا فرد جنب فرد الثاني اللي هو اللاتينو الحمراء، هتلاقيهم متوالفين مع بعض وما بيضربوش بعض، بيبتدوا يختاروا بعض، لكن هتلاقي الاجواز الثانية بتضرب بعض. طب ايه الطريقة المثلى ان انا اجوز لو طار عندي ذكر وحبيت ان انا اغيره مثلا، اعمل ايه؟ اولا اذا كان عندي قفص زي بتاع الكناري اللي هو فيه فاصل في النص، في نص القفص يعني، فطبعا ده بيكون ممتاز جدا جدا. ازاي هاخد الذكر مثلا احطه في الجنب اللي انا هيكون يعني المكان اللي انا يعني بس بخليه هيبيضوا فيه مثلا، او المكان الثابت، وبخلي الذكر فيه وبحط النتاية الانثى في الجنب الثاني لمدة يعني في حدود 15 يوم كده، او يعني قد يزيد او قد يقل شوية، وانت هتبقى متابع حكاية طبعا التوالف بينهم. وبعد كده لما تحس ان هم بتوالفوا بيودودوا مع بعضيهم، تروح مدخل الانثى على الذكر. طيب ان ما كانش عندك اللي هو القفص اللي فيه فاصل في النص زي بتاع زي العصفور الكناري ده، زي قفص الكناري بيبقى فيها فاصل في النص، ان ما كانش عندك كده طيب، وعندك سلاكة مثلا وكان فيها الذكر مثلا او النتاية، هتعمل ايه؟ هتعمل تجيب قفص، تروح جايب قفص وتربطه في او تجربه زي ما انتم شايفين كده. الذكر هبتدى هنا في الصورة، الذكر في الغالب الاخضر دوه، لان هو الذكر الاخضر دوه من علامات الذكر ان هو بيوكل الانثى، يعني في الغالب يعني بالاكتر مثلا 90% ان الذكر بيوكل الانثى، لكن ممكن 10% النتائج ممكن توكل برضه. لكن من العلامات ان انا اعرف الذكر من الانثى ان الذكر دايما هو اللي بيوكل الانثى، فبعرف ان هو ايه ذكر. ويمكن انا كنت شاكك في الفرد الاخضر دوه، لكن لما صورناه دلوقتي شاكك فيه، مره اقول عليه ذكر ومره اقول عليه نتايه، لكن لما شفت حاليا دلوقتي
ومصورينه احنا في الفيديو ده، فلاحظت ان هو بيحاول يوكل ايه الفرد التاني، دليل على ان هو ايه ذكر. فنرجع لمرجعنا، لو انتوا زي ما قلت لكم عندكم حاطين في سلاكة او قفص، لو متاح عندك السلاكة مثلا دورين، والدور اللي فوقيه مثلا فاضي او اللي تحتيه فاضي، تروح تحط مثلا الذكر من فوق والنتاية من تحت، وتروح شايل الفاصل اللي هو ايه بينهم، اللي هو طبعا اللي هو ايه اللي هو الدرج اللي هو احنا بنشيل فيه بيقع فيه الفضلات وكده، نشيله ونسيبهم مع بعضهم. الفكرة دي برضو مش بطالة، بحس ان هم ايه يحاولوا يتودودوا لبعض لغاية ما يتوالفوا. او في طريقة ثالثة، ان احنا بجيب قفص برضو صغير وبحط النتاية فيه، وبحط الذكر في الجنب التاني، اللي هو دايما نخلي الذكر هو المسيطر على المكان اللي هو هيستقر فيه، يعني هيحدث فيه تزاوج، او المكان اللي انا هثبت فيه الجوز ده، دايما نخلي الذكر عشان هو يبقى الراجل اللي هو المسيطر على المكان، فلما يخش على النتاية ما تضربوش، ما تكونش هي الاقوى، يكون الذكر هي الاقوى منها. فهنحط القفص زي ما انا قلت لكم، نحط فيه النتاية ونحاول نربطهم في السلاكة اللي قدامه، او قفصين نربطهم في بعض مثلا، ونحط طبعا لده مية واكل وده مية واكل. لكن في لما تحس انك هم خلاص ابتدوا يتودودوا مع بعض ويتقاربوا، ومش في يعني بيحاولوا يلاغوا بعض مثلا، فبتعمل ايه انت؟ تبتدي يعني اليوم ده تجوع النتايه فيه شويه، وتحط اكل كتير للذكر وبتاعه بيكون ايه، فهي طبعا بتشوف الاكل وبتكون جعانه وعايزه تخش للذكر عشان تاكل، زي ما هي شايفاه عمال ياكل وكده، اول ما تخش هتبقى جعانه، هتلاقي الذكر يبتدي ايه يوكلها، فكده يبقى حصل الحمد لله التزاوج والاستقرار. دي هي الثلاث طرق اللي انا بقول لكم ان انا لازم اراعيها في زواج الروز او الفشر، لان زي ما بقول لكم طار حب، ولذلك سموه طار حب لسبب ارتباطه بالوليفه بتاعته يعني، فعشان كده بيبقى من الصعب ان انا اغير او ابدل في الذكر والانثى، مش زي الاسترالي. الاسترالي ده من اسهل ما يكون في تبديل الذكر والانثى. يلي بعد ذلك الكوكتيل اللي برضه حلو، انا ببدل واغير مثلا حسب الحاجه، حسب مثلا الصفات الوراثيه، او عايز انتج صفه وراثيه معينه او لون معين، فبغير الذكر والانثى، ما بيحصلش نفس البهدله بتاعت الروز. الروز ده هو اللي بيتعبنا انا في زواجه، وبيتعبنا كمان في باختيار معرفه الذكر من الانثى. وانا عامل فيديو اخر عن ازاي افرق بين الذكر والانثى في طيور الروز والفشر، ندعوكم للرجوع في القناه لمشاهدته. فدي افضل الطرق اللي انا قلتها لكم، لكن قلت لكم لو عندكم مجموعه كبيره خالص من الطيور الروز او الفشر، فبنرميهم في سلاكه كبيره مع بعضهم، ونسيب كل جوز يختار مع نفسه الفرد اللي هي او الانثى اللي عجباه، او الانثى تختار الذكر اللي عجبها. زي ما انتم شايفين اللي هو الجوز اللي هو جنب بعضيه كده ابتدى ان هم يتوالفوا مع بعضهم، لكن اللي بعاد عن بعض كده تعرف ان هم ايه لسه مش متوالفين مع بعضهم. فالطريقه دي انك انت هترمي مثلا في سلاكه كبيره، او مثلا تكون هترمي في اوضه كبيره او غرفه كبيره للطيور، وكل جوز هتلاقيه متوالف جنب بعضه زي كده، تعرف ان هم دول خلاص توالفوا وياه، وتاخدهم ترميهم فيها في اللي هو السلاكه اللي انت عايزها او القفص اللي انت عايزه. لكن لو حصل زي ما قلت لكم، مش عشان عايز اعيد وازيد تاني في الكلام، ان انا لا اعمل الطرق اللي انا قلت عليها سابقا لكي يتم التزاوج، وممنوع خالص خالص ان انا ادخل مثلا بعد ما تموت النتاية او تطارت او اي حاجة، اروح مدخل على طول عصافير، لان الروز والفشر دول ما بيقبلوش اي عصفور غريب اخر في وسطهم. يعني انا مثلا ادف اربع فرادة هم حاططهم في قفص، مثلا لو طلع عند حاجات
مثلا واقول ما عنديش مكان واروح راميهم في وسطهم، يفضلوا ضرب فيه هريه لدرجه ان هو ممكن يموتوهم، لان هو الروس كده بطبيعه الحال سبحان الله بيكون حابب بيته ومسيطر على مكانه، وكمان عنده جراءه بطريقه غريبه في يعني ممكن كمان يهاجم، ممكن يهاجم الانسان لو هو مش متعود عليه، وخاصه لو عنده ايه بيض او فراخ صغيره. فدي كل حبيت انا برضو من الحياة المهمه للناس اللي بتربي طيور روز وفشر في بدايتهم يعني، ومش فاهمين الحياة دي، فحبيت انا اوضحها لكم في هذا الفيديو. ندعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.